السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات للا سعيدة. كنشكركم جزيل الشكر كل المتتبعات ديالي على التعليقات ديالكم، وكنتمنى منكم أنكم تشجعوني وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله غلاس اللي كيجي لذيذ وما تسخيش تحيديه من فمك، بمكونات موجودة. نخليكم مع المقادير ديالو وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. دابا غادي نبداو باللوز كراميليزي. كندير نص كاس ديال السكر سنيدة في كاسرونة، كتكون النار قليلة، وكنخليها فوق النار حتى كتبقى تكرمل، حتى كيبقى يرجع ليا السكر سنيدة كراميل على هذا الشكل هذا. وكنبقى ندور الكاسرونه غير بشويه بشويه. على هذه الطريقه هذه حتى كيرجع كراميل. وكنبقى نحركو بشويه بشويه باش ما يتحرقش، ما خصوش يكون محروق. وكنزيد عليه كاس ديال اللوز، ونبقى نحركو بملعقه خشبيه، ويكون على نار مهيله كما قلت لكم في الاول حتى كيرجع كراميل فوق هذاك اللوز. داك السكر سنيده كترجع كراميل. حتى كترجع على هذا الشكل هذا، كيرجع داك السكر سائل واللوز كيتحمر شويه. كندير واحد الورقه من ورق الطهي او لا ورق الزبده، وكنوزع فيها هذا اللوز وهو باقي سخون. كنحاول نوزعو مزيان باش يجي حبه حبه على الطريقه هذه، وكنخليه على جنب حتى كيبرد مزيان، لان الا خليناه مجموع غادي يرجع بحال محجر. وندوز دابا باش نحضروا الكلاص. كنحتاجو 3 د الكيسان ديال الحليب يكون بارد مزيان، كنديروه في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور كاع، وجوج فلون كراميل، واحد صاشية ديال الكريم شانتيي، وهذاك اللوز اللي درتو كراميليزي هرمشتو شوية. وكنحتاج واحد المعلقة ديال لاصوص كراميل اللي كنت حضرت معاكم من قبل في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وكندير هاد البول هادي كتكون باردة مزيان حتى هي كنحطها في الكونجيلاتور. نبدأ بسم الله على بركة الله. كندير 3 الكيسان د الحليب كما قلت لكم يكون بارد مزيان، وكنزيد عليه الكريم شانتيي حتى هي كتكون باردة، كنديروها في الثلاجة حتى هي شي شوية، وكنبقى نطربها بالطرب الكهربائي. جاني هذا الاناء صغير، غادي نرجعو لاناء اخر يكون كبير شويه، لان غادي يزيد يطلع على كريم. نحولها لواحد اناء كبير. نبقى نطربها مزيان حتى
كتطلع شي شويه، ما تكونش بحال لاكريم اللي بغينا نديرو لي طاغط ولا الكوب كيك، غير كيطلع واحد شويه وصافي. صافي، من اللي طلعت واحد شوية كنزيد الفلون كراميل يكون بارد حتى هو بحال الحليب، حتى هو كندير واحد شوية في الكونجيلاتور، ما نخليش حتى يتلج ولكن يكون بارد. وكنزيد معلقة ديال لاصوص كراميل، تقدري ديري اكتر الا بغيتي الحلاوة، انا ما كيعجبنيش حلو، داكشي درت غير معلقة واحدة ديال لاصوص كراميل. ونعاود نطرب مزيان حتى كي يزيد يطلع هذا الكلاص. صافي، ملي عاود طلع غادي نزيد دابا اللوز اللي هرمشتو، هذا هو اللي درت كراميليزي، كنقسمو على جوج، كنخلي شويه للتزيين والنص كنديرو في الكلاص، وكنعاود نطربو شي شويه غير حتى ينسجمو، ما خصنيش نطلع مزيان هاد الشونتيي وهاد الكراميل، مخصوش يطلع مزيان، ماشي بحال لاكريم اللي كيجي في ليطات، غير على الطريقة هذه. صافي، ها هو دابا طلع لينا الكلاص ديالنا، كيجي على هذا القوام هذا. وكنجيب هذا الاطار كنغلفه بالسلوفان، تقدروا ديروا اي اطار عندكم، ماشي ضروري يكون بحال هذا، غلفته بالسلوفان مزيان ودرته في التبصيل، وكندير فيه هاد الكلاص. وكنقادو مزيان وكنهبطو مزيان باش ما يجيش دوك الفراغات فيه، كنحاول نهبطو مزيان الاطار،
نستعن بهاد السباتول هادي كتقدم مزيان وكتساويه. تقدروا تقدوه غير بمعلقة ولا بشي حاجة عندكم في الدار. دابا انا كنقادو وانا كنهبط عليه باش كيتقاد مزيان، ما كيبقاوش فيه الفراغات. صافي، ملي قديتو غادي نغطيه بالسلوفان باش ما يدخلوش شي ريحه من الكونجيلاتور ولا. صافي، وندخلو الكونجيلاتور يبات ليله كامله حتى يبرد مزيان ونتلاقى معاكم. صافي، ها هو الكلاص ديالنا بات ليله كامله وجمد مزيان. غادي نحيد له هذا السلوفان، كنجيب واحد الطبسيل كنقلبه عليه ونحيد له السلوفان اللي كاين من التحت واللي جاي في الجناب. كنحيد الاطار، عندي هذا الاطار هذا اللي كيتحل، تقدروا ديروا اي اطار عندكم ولا شي مول. صافي، وكنحيد له هذا السلوفان. ونعاود نقلبو على الطبسيل فاش كان على الطريقة هذه. صافي، دابا ملي حيدت له السلوفان ودرتو في هذاك الطبسيل، غادي نبقى نزينو. دابا تقدروا تزينوه بأي حاجة بغيتو. غادي نزينو بلاصوص كراميل، وداك اللوز اللي هرمشت خليت واحد شويه، ونزينه بشي حبات ديال اللوز كراميليزي. كندير واحد الخطوط ديال لاصوص كراميل على هذا الشكل هذا. ندير واحد شويه ديال اللوز مهرمش، كنبعدهم غير كندير واحد شويه ونعاود ننقز الخطوط وندير واحد شويه عاود مره اخرى. تقدروا تزينوه اي طريقه بغيتو، ماشي ضروري ديروا بحال نفس الشيء كما درت انا. وكنوزع واحد اللوزات من هادو اللي كراميليزي، نديرو شي وحدين من الفوق وشي وحدين في الجناب ديال الكلاص، وهذا كيبقى غير كديكور وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنصحكم انكم تجربوه في هذا الصيف بالصحة والراحة. في امان الله.